الديسيشن تري هو تكنيك انا بستخدمه لما بيكون عندي حيره في حاجه معينه مهما كانت الحيره دي فين. بمعنى ببساطه شديده، انت النهارده اتفقت انت واصحابك ان انتوا عايزين تخرجوا، فجي حد اقترح ان انتوا تخرجوا تروحوا سينما، وحد تاني اقترح ان انتوا تخرجوا تجربوا مطعم جديد. فجأة انت قاعد عمال تفكر نعمل فود بقى، نروح سينما ولا نروح المطعم الجديد؟ والله احنا لو رحنا المطعم الجديد في احتمال ان الاكل ده ما يعجبناش. صاحبك اللي بيقول لك تعال نروح مطعم سوشي نجرب السوشي ده بيقول ايه؟ ممكن السوشي ده ما يعجبناش. ممكن يعجبنا فنبقى جربنا تجربه جديده واتبسطنا. واختيار السينما ده احنا معانا واحد صاحبنا والله دايما بيبرشط كده وبنصرف عليه وبنعزمه وبنجيب له الفشار وبتاع ومغرف، فده ممكن يخلينا نصرف كتير وممكن يجي ويصرف هو مثلا. ففجاه بتلاقي نفسك ايه؟ محتار ما بين كذا اختيار وما انتش عارف تعمل ايه. لما يحصل قدامك المعضله دي بتبدا تعمل ايه؟ بتجيب ورقه بيضه زي الورقه اللي قدامنا دي وتيجي على الشمال في الورقه في النص بالظبط وتحط مربع كده. المربع ده بنسميه decision node، يعني دي الخليه او النقطه المسؤوله عن القرار، وبتطلع منها خطين كده، واحد من فوق خالص اقصى اليمين وواحد من تحت خالص اقصى اليمين، وتقول الخطين دول هما الاختيارين اللي انت محتار ما بينهم. والله كانوا ثلاث اختيارات، اطلع واحد كده وواحد في النص وواحد كده، كان اربع اختيارات، واحد كده وواحد كده وواحد كده وواحد كده، زي ما انت عايز. كل الاختيارات اللي انت محتار فيها تبتدي تطلعها من المربع ده. خلاص؟ الاختيار الاولاني ده بتاع مطعم السوشي ممكن مثلا انه الاكل ما يعجبناش، وممكن ايه؟ يعجبنا، فعندنا احتمال دلوقتي، صح؟ معنى ان انا عندي احتمال يعني حاجه انسرتن، فبروح احط هنا تاني واقول دي شانس نوت. خلاص كده؟ فباجي لما يبقى عندي في الاختيار اللي انا محتار فيه نهايه هذا الاختيار احتمال مش مؤكد، فببدا اعمل ايه؟ احط دايره. يبقى لما ببقى محتار احط مربع، لما ببقى عندي حاجه مش متاكد منها احط دايره. كده الاختيارين اللي عندك هنا او الاحتمالين، بقى بلاش نقول عليهم اختيارين، نقول عليهم اختيارين لو هم طالعين من مربع، نقول عليهم احتمالين لو هم طالعين من دايره. الاحتمالين واحد فيهم ان السوشي ما يعجبكش والتاني انه يعجبك. كم وكم؟ انا ما اعرفش، ممكن تبقى 50-50 مثلا، او ان انا اصلا بخاف من التجربه فالاحتمال انه ما يعجبنيش اكبر 70%، واحتمال انه تحصل المعجزه ويعجبني 30. اختيار السينما تحت احتمال انه محمود صاحبنا ده دايما بنصرف عليه يجي برضه مش غير فلوس، احتمال كبير قوي، واحتمال انه يجي بفلوس ده يعني ربنا يسهل مثلا الله تسهيل ممكن يجي بالفلوس. تمام؟ فبتطلع انت من كل دايره خطوط كده وتقول لي الخطوط دي كل واحد فيهم احتماليته كام؟ اوكي؟ فتيجي تكتب على الخط ده مثلا ده 30% احتمال وده 70% احتمال. وهنا مثلا ده 80% احتمال ان هو ما معهوش فلوس وده 20% احتمال. طب لو عندك اكتر من احتمال، مثلا خروج السينما دي محمود ما معهوش فلوس ده احتمال، محمود معاه فلوس بس محمد غاب ومش جاي، مش عارف احتمال ثالث انه انا نفسي مش هخرج زهقان عايز اقعد في البيت، ممكن اطلع من الدايره ايه؟ اكتر من احتمالين، ثلاثه اربعه خمسه بتاع. المهم ان كل الخطوط اللي طالعه من دايره واحده مجموع احتمالاتهم كام؟ اشور. في كده؟ انا المربع عندي مربع هو ديسيشن نود، او هو النود او النقطه اللي بطلع منها الحيره بتاعتي. الدايره هي النود اللي بطلع منها الاحتمالات اللي انا محتار فيها، او الاحتمالات اللي انا مش عارف مين فيهم هيحصل، والاحتمالات دي كلها من كل واحد فيهم ليه نسبه معينه، ومجموع النسب دي في الاخر بيطلع ايه؟ 30، يعني مجموعهم 100%. اوكي؟ لو كل خط بقى بعد ما انت قعدت تطلع الخطوط الكثيره دي لقيت في الاخر خلاص ديت اند، انت يعني الخط ده طلع كده مفيش منه حيره بعد كده ولا في منه احتمالات، بتسيب الخط فري كده. يبقى لو الخط اخره ما فيهوش ولا حيره ولا احتمال بتسيبه فاضي ما فيهوش حاجه. بس بتيجي بقى تقول لي والله لو الاحتمال ده
50 جنيه. ولو الاحتمال ده حصل اصرف 200. ولو احتمال ان محمود ده معهوش فلوس هنصرف 700 جنيه. لكن لو معاك فلوس هنصرف 10 جنيه مثلا وهندفعه ليله كلها. فببدا اطلع ايه؟ كل اخر خط من دول الناتج بتاعه ايه؟ عشان ابتدي اختار بقى بعمل ايه؟ باجي اقول والله سعر الاحتمال ده في الاحتمال نفسه زائد سعر الاحتمال ده في الاحتمال نفسه، يعني باجي عشان الدايره دي افككها واخلص منها باجي اقول والله هي هتساوي 30% في ال 50 زائد 70% في 200. وارجع عند الدايره دي اقول نفس الكلام 80% في ال 700 زائد 20% في ال 10. كده الدايره دي مالها؟ اتحلت وبقت نقطه في زي النقطه دي كده. يبقى الدايره عشان احلها واخلص منها هي احتمالات. فانا يعني مش عارف ده اللي هيحصل وده اللي هيحصل. طب ما تشوف السعر ده كام وسعر ده كام وتجمعهم. شوف تحت السعر ده كام وسعر ده كام وتجمعهم. كده انت حليت الدايره. تيجي بقى عند المربع اللي طالع منه خطين اهو، هتشوف لي ناتج الدايره اللي تحت كام وناتج الدايره اللي فوق كام. لو الناتجين مصاريف اختار مين فيهم؟ طب لو الناتجين مكسب اختار مين فيهم؟ يبقى انا باجي عند الدايره اضرب كل خط باحتماله في ناتجه، واضرب كل خط باحتماله في ناتجه، واجمع كل الحاجات دي مع بعض. كده حليت الدايره. اجي عند المربع عشان احله ما بجمعش ولا بضرب ولا بطرح ولا بقسم ولا بعمل حاجه، بختار الاقل لو خساره، بختار الاعلى لو مكسب. بيقول لك اس تي جيكوبس تشيز فاكتوري از جيتنج ريدي فور ا بيزي تورست سيزون. مطعم معين او شركه معينه بتبدا تجهز للموسم، اوكي كده؟ اس جي سي اف ده اسم الشركه اس جي سي اف wants to either increase production or produce the same amount as last year. يبقى الحيره اللي عند الشركه انها تزود انتاجيتها استعدادا للموسم اللي جاي، يا اما تنتج نفس الانتاجيه اللي كانت بتنتجها السنه اللي فاتت. ماشي كده؟ طبعا انت اللي هتحل لنا الموضوع ده وتقول لها تنتج نفس الانتاجيه ولا تزود. ماشي؟ Depending on the demand level، اسمع معايا. Depending on the demand level for the coming season SGF estimates the probabilities for high, medium and low demands. يعني الاخ اللي اسمه الشركه ده بيفكر ينتج يا اما بنفس الانتاج السنه اللي فاتت يا اما يزود الانتاج، بس لما بص على السوق هيبقى شكله ايه في الموسم اللي جاي او الطلب في السوق هيبقى ايه على المنتج اللي هو بيعمله الاكل او السياحه اللي هو بيعملها او ايفر، لقى انه طلب السوق ثلاث حاجات probabilities for high medium and low demands، يعني عنده احتمالات ممكن تحصل، ممكن الموسم يبقى واقع فما يبقاش فيه متطلبات في السوق للمنتج بتاعك او السلعه بتاعتك، ممكن يبقى medium يبقى الطلب متوسط او معقول، ممكن يبقى الطلب على السلعه بتاعتك او السياحه اللي انت بتقدمها هاي، يبقى هو بيفكر ينتج انتاج السنه اللي فاتت هو او يزود الانتاج. في مقابل كده لما بص على السوق في السيزون اللي جاي لقى ان السوق ممكن يبقى ثلاث احتمالات، ممكن يبقى السوق ما عليهوش اقبال خالص او يبقى عليه اقبال متوسط او يبقى عليه اقبال عالي. فلقى انه احتمال انه يبقى الاقبال عالي 40% واحتمال انه يبقى الاقبال متوسط 35%. يبقى احتمال انه يبقى الاقبال عالي كام؟ ها؟ قصدي قليل بقى، احنا قلنا الاحتمال العالي 40 الاحتمال المتوسط 35 يبقى احتمال الثالث كام؟ 25. يبقى هو لما درس السوق وحالته لقى انه في السيزون اللي جاي ممكن الاحتمال ان يبقى السوق عليه اقبال 40% ويبقى السوق عليه اقبال متوسط 35% يبقى ما عليهوش اقبال اصلا 25%. تمام؟ On the basis of the number of tourists forecasted by the local recreational group if SGF, SGCF increases production the expected profits corresponding to high, medium and low demands are كذا كذا كذا. يعني بيقول لك هو بقى قعد يدرس السوق ولقى انه لو زود البرودكشن، يعني لو عمل الاحتمال لو عمل الاختيار الجديد اللي هو يعلي الانتاج هيكسب مع
متطلبات السوق العاليه كذا وهيكسب مع متطلبات السوق المتوسطه كذا وهيكسب مع متطلبات السوق المنخفضه كذا. بمعنى ايه؟ هو عنده هنا الاختيار اللي هو بيختار فيه انه يعمل increase production او انه يعمل same production. الحلين دول او الاختيارين اللي هو محتار ما بينهم دول كل واحد فيهم معتمد على احتمالات السوق. فاحتمالات السوق هنا يا اما هاي يا اما ميديم يا اما لو. ده من 40% ل 35 ل 25. هنا نفس الكلام هاي ميديم لو 40% ل 35 ل 25. هو بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك اف اس جي سي اف انكريز برودكشن، يعني عمل اوبشن ده ذا اكسبكتد بروفيتس. ذا اكسبكتد بروفيتس الارباح المتوقعه كورسبوندنج تو هاي وميديوم ولو ار كذا كذا كذا. اول واحد 750 الف جنيه هو متوقع انه لو عمل زياده انتاجيه اوكي وطلع السوق بفضل ربنا اقبال عالي هيكسب 750000 جنيه، في حين لو طلع اقبال متوسط هيكسب 350000 جنيه، ولو طلع اقبال ضعيف هيكسب 100000 بس. خلاص؟ اف اس جي سي اف doesn't increase production doesn't يعني فضلت زي السنه اللي فاتت. اوكي؟ the expected profits ار 500000 400000 200000. كونستراكت ديسيشن تري، كونستراكت يعني ابني ديسيشن تري فور اس جي سي اف. وات شود اس جي سي اف دو؟ المفروض تعمل ايه بقى؟ مجرد بمنتهى البساطه اللي في الدنيا ان انا امسك الرقم ده اضربه في ده وامسك ده اضربه في ده وامسك ده اضربه في ده واجمع النواتج كلها كده انا حليت الدايره دي. اجي هنا اضرب ده في ده واضرب ده في ده واضرب ده في ده واجمع النواتج دي انا حليت الدايره. اختار الاقل ولا الاعلى؟ الاعلى طبعا لان ده اكسبكتد ايه؟ بروفيتس. ده اكسبكتد بروفيت. في حد مش فاهم؟ تليفون كومباني كول لوتل، شركه اسمها لوتل، شركه تليفونات اسمها لوتل خلاص؟ ثينكس The introduction of a new internet service package for rural residential customer would give it an advantage over its competitors. شركة انترنت واتصالات بتفكر وبتقترح او بتتخيل انها لو عملت انترنت جديد لسكان الريف ده هيكسبها عن منافسنا. اوكي كده؟ يبقى بتفكر انها لو عملت انترنت لبتوع الريف او الناس اللي في البلاد القرى والكلام دوت هتسبق منافسينها وتكتسح السوق عند الناس دي فتكسب. تمام؟ بيقول لك however a survey of the potential growth of rural internet home users would take at least 3 months. يعني ايه الكلام ده؟ حضرتك قبل ما تروح تدي انترنت للناس بتوع الريف دول مش تروح تشوفهم من الاول بيستخدموه ولا لا؟ افرض الناس دي مع احترامنا ليهم طبعا دي مساله اللي بتكون مشاكل. افرض الناس دي على طول في الصراعه بقى ومش عارف ايه وبتاع ولا عندهم كمبيوترات ولا عندهم تلفزيون اساسا. فانت رحت تدخل لهم خطوط انترنت ورميت فلوسك في الارض. اوكي؟ فانت لازم في الاول تعمل ايه؟ تعمل حاجه اسمها سيرفي. سيرفي يعني مساحه اللي انت خدتوها. تنزل تعمل دراسه للمكان. تشوف طبيعه الكالتشر هناك ايه؟ الناس دي ثقافتها ايه؟ الناس دي بتاعت الانترنت فعلا ولا مش مهتمين اصلا؟ وانت هتدخل لهم حاجه مش عايزينها. بس قال لك السيرفي اللي انت هتعمله ده هيقعد 3 شهور على الاقل. اوكي كده؟ تعالى بقى نشوف لو قعد 3 شهور ده هيحصل ايه؟ بيقول لك لوتل هاز تو اوبشنز ات بريزنت، هي عندها اختيارين في الوضع الحالي او في الوقت الحالي، ايه هما الاختيارين دول؟ First to introduce the internet package without the survey result
in order to make sure that no competitor for this no competitor are present at the time of market entry. يعني ايه؟ يعني هو بيفكر انه يخش وخلاص ويقدم على الانترنت من دلوقتي وخلاص من قبل ما يعمل السيرفي بسبب حاجه واحده انه في دخله الموسم بتاع النت بقى والاجازات والمش عارف ايه يبقى ضمن ان محدش من منافسينه لحق خد الفكره فهو اللي اكتسح السوق لوحده ده اول اوبشن بالنسبه له انه يعمل ايه؟ انه يجي يقول لك no wait for survey يعني مش هيعمل اصلا مسح ورزقي ورزقك على الله ويلا هندخل طبعا هندخل الانترنت ونشوف تمام كده؟ طيب الاوبشن الثاني بقى and second to wait for the survey result الاوبشن الثاني انه يستنى السيرفي ريزلت خلاص in order to minimize the risk يبقى الاوبشن الثاني انه يستنى ونشوف السيرفي هتقول له ايه عشان يقلل الريسك لاحسن يطلع الناس دي مش عايزه انترنت ولا حاجه خلاص to minimize the risk of failing to attract enough customers يبقى هو بيفكر يستنى عشان يقلل خطر انه يخسر ماشي if Lotel decides to wait for the survey result يعني لو هي قررت تختار اللي تحت ده اللي هو wait هيبقى عندها ايه بقى there are three possible outcomes يبقى هنا عليه ايه طيب ما دام قال لك three possible outcomes يعني احتمالات فلازم تختاروا دايما اوكي كده the market growth is rapid انه انت اول ما تستنى للسيرفي نتيجه السيرفي قد يكون ان فعلا السوق بينمو بسرعه عندهم وبيستخدموا النت فعلا ده اول احتمال انهم يطلعوا عندهم rapid market growth خلاص تاني احتمال انه يطلع steady growth ثالث احتمال انه يطلع slow growth حتى السيرفي اللي عملتها دي ممكن نتيجتها تطلع انه فعلا السوق عند الناس بتوع الريف بيبدا ينشط فعلا والناس ابتدت تستخدم النت وتوعى بقى وتبقى فاهمه او انه السوق يعني ها في تقدم بس مش سريع تقدم معقول او انه ما فيش تقدم او تقدم بطيء الناس دي لسه ما بتفهمش في النت احتمالية ده 30% احتمالية ده 40% احتمالية ده 30% خلاص كده depending on the survey result اعتمادا على السيرفي ريزلت ديت Lotel may decide to introduce or not introduce the new internet service اه ده احنا دخلنا في ايه بقى؟ دخلنا في اختيار تاني يعني ايه؟ يعني بناء على نتيجة السيرفي ممكن الشركة تقول لك لا مش هعمل انترنت ممكن تقول لك ايه؟ لا هعمل فانت هتيجي عند كل نهاية خط من دول وتعمل مراجعة جديدة حتى لو النتيجة ايجابية؟ اه حتى لو النتيجة ايجابية ممكن يلاقي نفسه النتيجة طلعت رابيد ماركت جروث فعلا فالسوق بيتطور تطور كبير لكنه صرف كتير قوي على السيرفي ديت وفي نفس الوقت لقى كومبيتيتورز دخلوا معاه كتير فخاف وقال لك لا يا عم كفايه مصاريف لحد كده. ايه؟ سيرفي فيها مصاريف؟ ايوه ايه ما بتعادش عليك مكسب. اه بس قال لك خساره قريبه مكسب بعيد انا ما اضمنش. الكومبيتيتورز تقريبا شموا الخبر وهيبداوا هم كمان يعملوا ايه؟ الانترنت معايا وكده فمش هلحق او مش هعرف اكسب. فانا خلاص انا مبسوط جدا. يبقى كل احتمال من دول عندك قدام اختيارين introduce يعني تقدم الخدمة بتاعتك أو not introduce تقول لا أنا يعني كده حلو قوي ولا هقدم ولا بتاع if it decides
to launch the new service. يعني لو قرر بعد كل ده انه يintroduce او يعمل service after the survey which is 3 months from now. يعني لو هو قرر في الاخر انه يعمل الكلام ده سواء في الحالة دي او في دي او في دي, there is a 70% chance, يعني احتمالية كمان ايه, that the competitors will come up with a similar service package. يبقى في احتمالية كبيرة انه لو قرر يعمل يلاقي المنافسين ايه عرفوا, ودي 70%, او انه يلاقي المنافسين ما عرفوش فتبقى كام 30%. طب لو هو ما قررش يعمل, لو هو خد القرار ده انه ما يعملش حاجة, تفتكر يبقى في دائرة احتمال او حاجة؟ لا, لو خلاص قفل وراح حد عنده مشكلة كده في حاجة, يبقى هو دلوقتي الراجل بتاع الشركة ده عنده معضلة كبيرة. أولا هو محتار ما بين حاجتين, إن هو أساسا يبدأ دلوقتي وياخد الريسك بحيث إنه ما يتأخرش 3 شهور فتبتدي الناس تشم خبر إن هو بيدعبس ورا الريف عشان يدخل نت عندهم, أو إنه يستنى ويقول لك لا بدل ما أرمي فلوسي في الأرض. فلما يستنى ممكن نتيجة السيرفي دي تطلع 3 حاجات, يا إما السوق سريع في تقدمه أو في تطوره, يا إما السوق بطيء شوية في تطوره أو مقتدر, يا إما بطيء جداً وتقريباً ما بيتطورش. فبعد ما عمل السيرفي أياً كانت نتيجة السيرفي هيبدأ يفكر تاني, عم طب أقدم ولا ما أقدمش, أنا جايز ما أقدمش والحمد لله كده مكسب قريبة ولا مكسب بعيد, أو يقول لك لا أقدم. فلما لقى نفسه قدم على الخدمة بعد 3 شهور من دلوقتي, احتمالية إن المنافسين يكونوا شموا خبر 70%, واحتمالية إنهم ما يكونوش شموا خبر 30%. خلاص, فين بقى مكسبه من كل الاحتمالات؟ يعني أنا دلوقتي عشان أقدر أقرر مكسبه إيه من الاحتمالات كلها, لازم يبقى عندي هنا خانة كده بتقولي نتيجة كل اختيار من دول إيه, آخر كل حاجة من دول إيه. طبعا الخانة دي بتبقى جايبة في جدول أو في حاجة. لو هو يا جماعة قدم, خليك معايا, لو هو قدم في الأول كده وخد الريسك وخلاص هيكسب حصة من السوق 10%. خلاص, لو هو استنى وعمل السيرفي والسيرفي طلع نتيجته إيجابية رابد سريع جدا وقرر إنه يختار إنه يشتغل, طلع لو الناس المنافسين عرفوا هيلاقي نسبته سالب 20, يعني خسر. لو المنافسين ما كانوش عارفوا, لا سوري دي مش 20, بس انا عارف ان في الورق قدمت يعني دي اللي سالب 20, ان هو ما يقدمش سالب 20. ولو المنافسين عرفوا هيكسب 10, لكن لو المنافسين ما عرفوش هيكسب 30. هيكسب 30 لان هو كده كده اصلا احتماليه السوق كانت عاليه. اوكي, لو الاحتماليه ستدي وما قدمش اصلا نسبته هنا كانت سالب 10 وهنا دي كانت 5 ودي 15. لو الاحتمالية سلو أصلا وهو ما قدمش مش هيخسر حاجة 0%. الأرقام دي كده شباب من أول 10 اللي فوق دي الحالة, كل الأرقام دي بتبقى جافن معاك في المسألة. تعال نفسر كده الأرقام كفيزيكال مينينج, فكده كده الأرقام بتبقى جافن فانت مش محتاج تكون فاهم جت ليه, يعني انت جالك في الامتحان جبن. اوكي, بس عارف لو انا خدت الريسك من دلوقتي وقدمت على المشروع وربنا كرم ومحدش عارف والناس استخدمت النت, هكسب بنسبه 10%. دي هتبقى حاجه كويسه. لو انا استنيت وعملت سيرفي وفي خلال 3 شهور النت اتطور عندهم تطور سريع, فانا قررت اقدم في المشروع وحسن حظي ان المنافسين ما عرفوش, هكسب 30%. يعني هكسب نسبة عالية جدا من السوق, لان انا استنيت لما الاقي السوق سريع في تطوره. لكن لو يعني حصلت ظروف والمنافسين عرفوا مكسبي هيقل شوية هيبقى 10. لو انا ما قدمتش خالص هبقى طالع خسران 20%. ليه؟ عشان عملت اصلا سيرفي وضيعت وقت وبتاع والمشروع كان تطوره سريع فانا فعلا خسرت التطور دوت. لو المشروع كان تطوره متوسط وانا قدمت والمنافسين ما عرفوش اكسب 15, لو عرفوا اكسب 5, اكيد اكسب اقل لو عرفوا. لو انا ما قدمتش خالص هخسر 10. اوكي, لو التطور كان بطيء
وانا اخترت رياكتيف والمنافسين ما عرفوش اساسا بحاجه وانا اكسب 3%، لكن لو عرفوا هخسر 5% لان اصلا التطور بطيء وفي منافسين معايا في الدنيا باظت خالص. لو انا ما قدمتش مش هخسر حاجه اصلا. السوق مين؟ الناس فاهمه الارقام دي جت منين؟ ها آه. تمام كده؟ طيب دلوقتي عشان احل الاشكاليه دي هعمل ايه بقى؟ حد معايا بقى حاسبه كده على السريع؟ الافشار الاولاني اللي فوق ده تفتكر هعمل عليه اي حسبه؟ اللي فوق ده ولا ليه دايره ولا ليه مربع ولا ليه حاجه؟ هو اختيار خلصان. ماشي؟ الاختيار اللي تحت ده لو طلع رابت انتروديوس نيو كومبيتيتورز هضرب ال 10 دي في ال 30 او سوري في ال 70. طب دي نسبه ودي نسبه، بعمل ايه؟ هضرب نسبه في نسبه، هخلي واحد فيهم رقم والتاني نسبه. لما الاقي دي نسبه مئويه ودي نسبه مئويه هتعامل مع واحد فيهم انه يكون ايه؟ رقم عادي. هاجي اقول هنا ده 10.7 وده 30.3 اضربي لي 10.7 زائد 30.3 كده يبقى الدايره دي الناتج بتاعها 16%. تمام؟ يعني الخط ده كده انا حليته خليته 16%، والخط الثاني كام؟ سالب 20. اختار مين؟ 16 ولا سالب 20؟ انا عند مربع يبقى بختار ما بجمعش. يبقى هنا هختار ال 16. اوكي؟ طيب تعالوا لتحت ده. دي 5.7 وهنا 15.3 مجموعهم دي 8. انا كده حليت الدايره دي باكتمالات وطلعت 8 ودي سالب 10، هختار مين؟ 8. ماشي كده؟ طب تعالوا عند الدايره دي سالب 5.7 اضربيها بالسالب زي ما هي ودي 3.3 يطلع الناتج هنا كام؟ سالب 2 ودي اصلا صفر، اختار مين؟ الصفر. حلو قوي. هنا لقيت نفسي عندي ايه؟ عندي دايره فهقول 16 في 30% زائد 8 في 40% زائد الصفر في 30% يطلع كام الناتج عند الدايره دي؟ 16 في 30 يطلع ناتج الدايره دي 8 ودي اصلا كام؟ 10. يبقى الخط اللي تحت ده كده كله بعد ما حليت كل المتاهه دي طلع 8 والخط اللي فوق 10. يبقى الراجل ده يخش في المشروع دايركت دلوقتي ولا يستنى السيرفي؟ يخش بجد جامد جدا دلوقتي. يبقى انا هقول له ايه؟ دونت ويت فور ذا سيرفي وقدم على المشروع من دلوقتي. اهم حاجه عايزك تتعلم تعملها في الديسيشن تري ان اي خط ترسمه لازم تكتب عليه وصف زي ما بنعمل كده. لازم تعرفوا الخط ده بتاع ايه. خلاص؟